دائما تحدث الأشياء نفسها، والزمن يكرر نفسه كما في ردهات الجحيم، كما يتكرر الشقاء البشري، كما تزحف مخالب الخريف الطويلة لتسلخ جلد الحقول. لا يحدث التحول المأمول، حتى في عالم الموتى لا يحدث الشيء الكثير، فلا نعمة للموتى إلا نعمة الموت أحيانا. فعدا هياكلهم التي تجدد لما تصدأ، وعدا أسنانهم التي يقتلعونها تأففا ويرمونها في وجه الشمس، عدا ذلك تقع الأشياء نفسها. فالموتى لا يحيون الترف كما في النعيم. رمل الوقت يتسلل من بين أصابع الحياة المدببة، وفي آخر العمر يصبح المرء وحيدا. إنها الرتابة نفسها توقظ الأموات وتقتلع الأحياء.